مرحبا وسهلا بكم، حياكم الله. يا مرحبا وسهلا فيك. مع صدور التحذير رقم 6، ما هي آخر التحديثات بشأن الحالة المدارية؟ نعم طبعا الأعصار شاهين يمكن خلال اليوم أثر على محافظة مسقط، تأثيرات مباشرة وما تأثيرات غير مباشرة على الشرقية. الآن تأثيرات بالتحديد على محافظة جنوب الباطنة وكذلك محافظة شمال الباطنة. نعم. مركز الإعصار حاليا ما يقارب من 30 كيلومتر مسافته من سواحل محافظة جنوب الباطنة. يمكن ذكرنا في تقريرنا وتحذيرنا رقم 6 أن العين الإعصار أو مركز الإعصار ممكن تعبر خلال الساعات القادمة ما بين صنعاء والسويق. نعم. صور الأقمار الصناعية من تحليلاتنا لاحظ أن الإعصار يحصل نوعا ما مقاومة لدخول اليابسة، وبالتالي يعني عين الإعصار أصبحت قريبة جدا، ولكن تحاول أن يعني تنحرف نوعا ما عن توقعاتها الأولية، ولذلك يعني سرعة الإعصار بالنفس أصبحت نوعا ما أقل عما كانت عليه خلال فترة الصباح. تحركه كان سريع لكن نوعا ما حاليا بطأ من سرعته، وبسبب وجود المقاومة مقاومة دخول اليابسة. نعم. ونحن نعم. نجري هذه المقابلة معك الآن الأستاذ محمود، تصلنا كثير من الرسائل والصور بالتحديد من ولاية المصنعة. ما هي طبيعة التأثيرات الواقعة الآن بالتحديد على ولاية المصنعة؟ هي بطبيعة الحال تأثيرات مباشرة جدا بسبب الإعصار. الإعصار يبعد ذكرنا ما يقارب من 30 كيلومتر فقط، وبالتالي ولاية المصنعة وكثير من ولايات محافظة جنوب الباطنة وأجزاء من شمال الباطنة أصبحت تحت التأثير المباشر للإعصار المداري. هي مسألة وقت إلى أن تدخل عين الإعصار اليابسة، لكن التأثيرات حاصلة فعلا. التأثيرات أمطار غزيرة جدا، رياح شديدة قادم الوقت، طبعا هيجان البحر. البحر ممكن يكون سرعة ارتفاع من 7 إلى 10 أمتار حاليا. نعم. سرعة الرياح حول المركز ما زالت بحدود 65 كيلومتر. من المحتمل خلال الساعات القادمة من المحتمل أن تنخفض حدة سرعة الرياح، وبالتالي من المحتمل جدا أن ينخفض تصنيف الإعصار من الدرجة الأولى إلى عاصفة مدارية. نعم. هذا وارد جدا. نعم. ما يحدث الآن في ولاية المصنعة من المرجح كذلك أن يحدث على باقي الولايات مثل السويق أو الولايات المجاورة؟ بالتأكيد كون أن الحالة جالسة الحين يعني تغطي هذه الولايات. نعم. تدريجيا. نعم. يعني الأستاذ محمود، لما نتحدث عن سرعة رياح تقدر بما يعادل 120 كيلومتر في الساعة، يعني نقدرها كذلك ونصفها للمتابع والمستمع يمكن اللي بدأ يشهد تأثيراتها الآن أو قد يشهد تأثيرات أكبر خلال الدقائق والساعات القادمة؟ نعم، يعني سرعة رياح تعتبر شيء قوية جدا. يعني تأثر على الممتلكات، المواد غير الثابتة بطبيعة الحال راح تتطاير. نعم. كثير من الأشجار راح إما تنكسر أو حتى في بعض الأحيان تقلع من جذورها. يعني هذه سرعة الرياح ليست بالهينة حقيقة. نعم. مع وجود طبعا الأمطار الغزيرة، يعني كل الظروف راح يعني تكون مهيئة لنوعا ما من الخسائر المادية. نعم. سواء كانت في الأشجار أو حتى على المظلات السيارات أو حتى المركبات. نعم. إذا الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر خاصة في هذه الفترة التي تشتد فيها الرياح بهذا التقدير الذي تصفه الآن الأستاذ محمود. بالفعل هناك يعني أخذ الاحتياطات سواء يعني في الوقت الراهن بالنسبة للمناطق التي تتأثر بالرياح والأمطار الغزيرة لا ينصح حقيقة بالخروج من المنازل أبدا. نعم. يعني كما يقول فات الأوان بالنسبة للتنقلات والحركة. أفضل تصرف هو البقاء في المنازل
وهو الأسلوب إن شاء الله. نعم، ذروة سرعة الرياح وهطول الأمطار يعني متى من المتوقع أن تهدأ؟ متى من المتوقع أن تلتقط هذه الولايات أنفاسها بعد يعني دقائق يرتقبها الجميع فيها سرعة رياح وهطول لكميات الأمطار بكميات كبيرة أكيد؟ حقيقة يعني المؤشرات تبين أنه يعني هذه الحالة راح تمتد إلى منتصف الليل وتأثر على يعني الجنوب وشمال الباطنة. نعم. قبل أن تعبر وتمتد إلى محافظات الظاهرة وكذلك البريمي والتي من المحتمل أن تتأثر بهذه الحالة ما بعد منتصف الليل. نعم. دعنا نقول من الآن وحتى منتصف الليل الأمطار الغزيرة راح تستمر، الرياح العاتية راح تستمر. طبيعة الحال مع تقدم الوقت الأودية والفيضانات المحلية هذا أمر وارد، وخصوصا يعني كل ما تقدم الوقت كل ما كانت كميات هطول الأمطار تتراكم، وبالتالي فرص النزول الأودية سيكون وارد بشكل كبير. نعم، يعني نقدر نقول الأستاذ محمود أنه إلى ساعات متأخرة من الليل اليوم وبداية كذلك الساعات الأولى من فجر الغد هذا التأثير سيكون بشكل كبير ومستمر على هذه الولايات الساحلية في شمال الباطنة. بالفعل يعني هي فقط يعني الإشارة ليست فقط الولايات الساحلية. إذا مر أو يعني عبر الإعصار اليابسة راح يكون هناك امتداد حتى الولايات المجاورة. نعم. يعني إحنا لما نتكلم عن مثلا جنوب الباطنة وشمال الباطنة هناك ربما ولايات ساحلية وهناك بعض المناطق اللي هي نوعا ما أبعد من الساحل فلا يفكر الكلام عن جنوب الباطنة يعني الأستاذ محمود كذلك. نعم تتحدث أتوقع كذلك عن ولايات جنوب الباطنة التي تكون بالقرب طبعا من أكيد كل هذا التأثير بالإضافة إلى الولايات الأخرى. نعم طبعا هي يعني مثلا دعنا نتكلم عن ولاية الرستاق على سبيل المثال هناك يعني مناطق جبلية تساعد على التكونات في الحالات الطبيعية حقيقة، فما بالك عندك نظام إعصار متكامل الأركان ويأثر على منطقة جبلية، فهناك أكيد تكونات راح تكون تكونات رعدية. نعم. حتى لو لم تصل التأثيرات المباشرة وإحنا لاحظنا يمكن مع خلال الساعات الماضية كان هناك في جنوب الشرقية على سبيل المثال هناك تأثيرات بخلايا رعدية وهي تبعد سبحان الله مئات الكيلومترات عن الإعصار المداري، ومع ذلك هناك تأثيرات غير مباشرة كانت على شكل خلايا رعدية وأدت إلى أمطار غزيرة. نعم. فما بالك بالولايات التي تكون يعني قريبة من الجبال أو تكون على الجبال وهي قريبة جدا من الإعصار. نعم. فبالتالي هذا أمر طبيعي أن تكون هناك تأثيرات كبيرة. الأستاذ محمود كميات الأمطار المتوقعة كذلك على ولايات شمال الباطنة، وإذا كنا يعني من أجل التوضيح نقارنها بكميات الأمطار مثلا التي هطلت اليوم على محافظة مسقط وشفنا تأثيرها الواسع. يعني سجلت محافظة مسقط خلنا نقول يعني ما يقارب من 200 إلى 250 مليمتر حسب يعني البيانات الأقصادية بيانات محطات الأرصاد التابعة لنا، ممكن هناك محطات تابعة لموارد المياه في الغالب كون أن هذه المحطات منتشرة وتحصل كميات أمطار أكبر راح نتوقع أن الكمية تكون نفس الشيء أكبر من هذا الرقم. نعم. فبالتالي هناك يمكن 250 مليمتر وسببتنا هذه النوع ما من الفيضانات وسيلان الأودية وغمر فما بالك ب 500 مليمتر 500 مليمتر يمكن أكثر من الضعف. نعم. بالنسبة لي ضعف أو أكثر من الضعف. نعم. شوي يعني الكميات اللي هطلت. نعم. وأنا تعمدت أني أسألك هذا السؤال لأن اليوم أهلنا في ولايات محافظة شمال الباطنة أكيد لاحظوا من خلال الصور والفيديوهات كميات الأمطار في محافظة مسقط، لذا من المتوقع يعني ربما ضعف هذه الكميات على محافظة شمال الباطنة إذا تصحح لي هذه المعلومة أو إذا كانت دقيقة يعني. نعم حسب يعني تأكيد المؤشرات سواء يعني سواء من اليوم أو حتى من أيام سابقة كانت كلها تؤشر إلى كميات
كبيرة من الأمطار، ممكن توصل إلى 500 مليمتر على جنوب وشمال الباطنة. فهناك يعني كمية كبيرة جدا من الأمطار التي محتمل أن تسبب إلى فيضانات شديدة للأودية. الأودية راح تسلك أماكن يمكن لم تسلكها من فترة طويلة، وبالتالي يجب الحذر الشديد من جريان الأودية. الأماكن اللي هي الأماكن المنخفضة هنا يعني يجب التركيز على المناطق المنخفضة. بالنسبة للمناطق المرتفعة طبعا ممكن نتحذر من كميات الأمطار وسرعة الرياح الشديدة، لكن تجمعات المياه دائما تكون أخطر في المناطق المنخفضة. نعم، دعنا ننتقل الأستاذ محمود من محافظة شمال الباطنة إلى محافظة الظاهرة والبريمي، ما هي كميات الأمطار المتوقعة على هاتين المحافظتين؟ طبعا بعد عبور الإعصار المتوقع الله سبحانه وتعالى لسواحلنا، ويمكن عامل جبال الحجر هو من ضمن العوامل اللي راح تضعف من الإعصار، وبالتالي سرعة الرياح بمشيئة الله راح تكون أقل نوعا ما، التصنيف راح يكون أقل، ممكن يكون يوصل للظاهرة، محافظة الظاهرة والبريمي على شكل منخفض أو منخفض عميق. سرعة الرياح ممكن لا تتعدى 30 عقدة أو 35 عقدة، إلا أن كميات الأمطار أيضا يعني كبيرة، ممكن توصل من 100 إلى 300 ملم، لا سيما أن نعرف أن عندنا سلسلة جبال الحجر الممتدة في الظاهرة وكذلك إذا بريمي قد تسبب وتضاعف من كميات الأمطار وكميات التوقعات أو التكونات الرعدية. نعم. الأستاذ محمود يتوقع توقعات هيجان البحر، يعني المعطيات تقول أنها لا زالت مستمرة، وهناك جهود في الساعات الماضية بذلت لإخلاء الشريط الساحلي في محافظة شمال الباطنة، فنتحدث عن هذا الجانب وإذا كان هناك ثمة تحديثات فيه. طبعا يعني لاحظنا يمكن في محافظة مسقط حسب الرصدات الفعلية لارتفاع الأمواج اللي كانت موجودة من ضمن الشركات، يعني على سبيل المثال عندنا في ميناء الفعل شركة تنمية مستوى عمان، هناك عندهم طبعا مقاييس معتمدة، سجلنا ما يقارب من 6 أمتار أو أكثر حقيقة على محافظة مسقط، ونحن على بعد ما يقارب من 200 كيلومتر من عين الإعصار، فما بالك عين الإعصار يقترب من السواحل. سرعة أو ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح العالية راح تؤدي إلى ارتفاعات أكثر من 6 أمتار. نعم. لذلك نحن نتوقعها ما بين 7 إلى 10 أمتار. السابق يمكن أعطيناها أكثر من 10 أمتار 12 متر، لكن مع التحديثات الأخيرة كميات الأمطار ارتفاع الأمواج يعني حددناها ما بين 7 إلى 10 أمتار. نعم. وهذه طبعا ليست هينة أبدا. نعم. الأستاذ محمود كمداخلة أخيرة وفقط يعني للتأكيد، لأني أشوف كثير من الرسائل اللي تصلني الآن، نحن تحدثنا عن مرور مركز الإعصار في ولايتي السويق والمصنعة، لكن للتأكيد مرة أخرى ولايات محافظة شمال الباطنة من شناص إلى السويق وبركة والمناطق الثانية، هذه كلها راح تشملها التأثيرات. طبعا يعني هنا أحب أني أنا أؤكد على شيء مهم، يعني الكلام الذي نقوله حاليا هو مجرد توقعات. نعم. يعني استقراء لما هو موجود حاليا وما قد يصير. دائما أنا أؤكد للحالات المدارية هي حالات يعني صعبة التوقع، صعبة الدراسة كما يقولوا. نعم. أي يحتاج إلى النفس الطويل للتأقلم معها للتعامل معها. يعني نظام إعصاري من الدرجة الأولى لا نتوقع أن يكون يعني يسلك مسار معين بذاته، لازم يكون في انحراف. ذكرت أنا القطر الإعصار يكون 500 كيلومتر ونصف القطر ما يقارب من 250 كإعصار يعني نموذجي. نعم. لذلك جميع محافظات جنوب الباطنة وشمال الباطنة كذلك أجزاء من محافظة مسندن ممكن تتأثر بتأثيرات غير مباشرة. نعم. محافظة جنوب الباطن وشمال الباطن أمطار غزيرة جدا، متوقع رياح شديدة. كذلك من بعد هذا من بعد عبور الإعصار هناك نفس الشيء، أمطار متوقع رياح شديدة على محافظات البريمي محافظة الظاهرة.
أجزاء من محافظة الداخلية، لابد أن نذكر محافظة الداخلية قد يكون هناك تأثيرات سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. نعم. الكل عليه أن يأخذ أقصى درجات الحيطة والحرارة. نعم. نحن لسنا ببعيد يعني مهما كنا وين. سواء في الداخلية ولاحظت أنهم ذكرت يمكن حتى في الشرقية جنوب الشرقية وتأثرنا قبل ساعات بهذا الإعصار، وما بالك بمناطق يعني أو محافظات قريبة من المحافظات التي تتأثر بالتأثيرات المباشرة. نعم، وأتوقع إلى حين هذه المكالمة نحن يمكن على بعد أقل من 30 كيلو. نعم، مثل ما ذكرت هي مسألة وقت. الإعصار يحصل نوعا ما بشكل طبيعي مقاومة لدخول اليابسة. نعم. وبالتالي يعني ممكن ذكرنا يعني أن الاحتمالات تشير إلى ما بين المصنع والسويق، لكن هذا لا يعني أن هذه المعلومات قد تكون دقيقة. هناك تحديثات كل ساعة بالنسبة للإعصار. نعم. فلذلك الحذر يعني ثم الحذر من هذه الحالة. نعم، سامحني الأستاذ محمود بسألك سؤال سابق لأوانه نوعا ما ولكنه يتداول، نريد نقطع الشك باليقين، هل ترصدون حالة مدارية وإعصار آخر في بحر العرب؟ نعم، يعني هناك بعض المؤشرات لجنوب بحر العرب لتكون حالة مدارية، لكن من السابق لأوانه حقيقة. وإحنا يمكن عودنا يعني الجمهور أنه ما نستبق الأحداث. نعم. نتابع الحالات ونشوف مدى يعني إمكانية وصولها للسلطنة. نعم. هنا كثير من الحالات تنشأ ولكن لا تصل إلى السلطنة. نعم. هذه الحالة يعني ما زالت في طور التطور. ولكن يعني دعنا نركز الحالة اللي موجودة معانا حاليا. بالضبط. نعم. ونعبرها بسلام بإذن الله ومشيئته، وبعدها من ثم ننتقل أنظارنا إلى أي حالة ممكن تكون يعني تتكون بإذن الله تعالى. ونحن متابعين معكم إذا كان هناك أي مستجدات أو تغيرات خلال الساعات القادمة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمود على ساعة صدرك وعلى تجاوبكم السريع أنتم والفريق الموجود هناك في الأرصاد. شكرا لكم. يعطيك العافية الأستاذ محمود بن راشد الخياري رئيس قسم التنبؤات الخاصة بهيئة